السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتونا. وحشتوني قوي قوي. السلام عليكم. حسب ما هتشوفوا الفيديو، وصباح الخير لو هتشوفوا الصبح، مساء الخير لو هتشوفوا بالليل، وسلام عليكم لو هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى يا ست الكل، كذا واحده طلبت مني يا ماما حياه عايزه عمايل القرص، القرص الطريه. القرص الطريه. انا قلت بقى ايه يا بنت، مش هكدب خبر، هطلع اعمل لها القرص الطريه عملي قدام. بص يا ست الكل، ده ايه؟ سمنه بلدي. دي سمنه بلدي. دي ايه؟ يجي نص كيلو. دول ايه؟ يجي 2 كيلو. ايه دقيق اهو قدامك اهو. يعني انا مش بخل عليكي في حاجه، ده عملي قدامك اهو 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 اهو. وندوب كده، ندوب 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 ندوب. خلصنا ده التدويب اهو. استنى الفيديو هيخلص. لا مش هيخلص، براحتكم. الفيديو والله يسامح كده. ايه ده بتستنى؟ هي يا اولاد انا دوبت استنى وقالت استنى. حلو في الدقيقه اهو. دي قرص الطريه، عشان كانت بتقول انا عايزه اعملها قرص طريه بس احط عليها عجوه. ماشي. وده ايه يا بنتي هدير؟ دي الخميره مع سكر مع شرعه ملح. تمام اهو. شاهد هات اللبن. افتحي. ده مش لبن يا ولاد، ده لبن بس واخد، كان في التلاجة وانا استخسرت ارميه، قلت اعمل بيه قرص طرية. هو عادي يا جماعة، واخد مش واخد بيتعمل بيه قرص طرية. بيتعمل بيه قرص طرية بس يا شهد. بس مش هتعوز تاني. بص يا ست الكل، مش عايزه تاني. امي يا جماعه بتحب تعمل حاجات دي بايديها اهي عشان تعملها مظبوطه. البنات بتوعي شاطرين، بس انا ما بعجبنيش غير عمال ايديا. واحنا اصلا ما بنعرفش ناكل غير من. لا يا جماعه احنا بنفرح ليها تعمل حاجه بايديها عشان ربنا يديها الصحه كمان وكمان. هات شويه، هديك هات شويه كمان يا شاه، بس شويه صغيرين. ما تقي يعني ما ت دي يا جماعه معجونه بلبن صافي ما فيهاش ميه، وحسب ما انت عايزه بقى. مش وانت كمان ممكن تعمليها بلبن بودره عادي، عادي خالص، بلبن بودره وميه عادي. كوبايه لبن بودره صغيره وكملي ميه وعجيني الميه زي ما انا بعمل كده عادي، طالما ما عندكيش. وحتى لو ما عندكيش لبن خالص وحالتك على قدها ممكن بردك ما تجيبيش لبن خالص. بس القرص ديت يا جماعه متباعه مش بتاعتنا، فانا لازم اعملها للزبون حاجه نظيفه، لان احنا بنبيع قرص، بنبيع عيش، بنبيع كتير كل حاجه، وفطير وبط وحمام. عامله مشروع في البيت يا ولاد، مش انتوا مش غراب؟ غراب عليا. المشروع ده عاملاه من البيت، والفرن ده اهو ايديا ورجليا، هو ده اللي بخبز فيه. بيعملوا لي اعمال. بصي يا ولاد كيف بصوا، خلاص خلاص حاجه نبات زي الفل. تعالوا بقى ورايا جري. يا فين يا هدير؟ عالليف. عالليف. هنخبزها قدامكم، نولع الفرن ونخليها كده قربت تخمر. لا ده هنخمرها ونخبزها قدامكم. ماما عجبتها؟ لا ما فيهاش غلط. يلا يا هدير، يلا باي قلبي.